السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. فيديو النهاردة مميز جدا، هنعمل وصفة العجول، الوصفة اللي تكبر ديورك بسرعة، الوصفة اللي بصي ما تحطيش علف خالص، اسمعي كلام بطة وخليكي تعملي الوصفة البديلة للعلف واللي اقوى من العلف، واللي هم بيستخدموها بره في الصين وفي دول اوروبا كلها بيستخدموا في تربيه العجول. الوصفات اللي انا هقول لك عليها دي اتمنى ان انتوا تشتركوا في قناتي وتشجعوني، ويلا نشوف هنعمل ايه النهارده. بص انا حاطه لهم فضله خيركم ايه، قوطه على قشره، على تقوير بتنجان، على كوسه، على رز، على بص بص الوصفه السحريه الجباره. بصي انتوا عارفين ان قشر الطماطم او الطماطم عموما مفيده جدا للطيور، لكن انت هتاكل البيض ولا قشر الطماطم يا جماعه من الحاجات اللي هم بياخدوها من المصانع، اللي هم مش المصانع بتعمل الصلصات، فالقشر ده كله بيتعدم بيطلعوه بره، بياخدوا القشر دوت وبيجففوه بيعملوه علف للمواشي. كمان قشر البطيخ مفيد جدا جدا جدا، وبيتعمل برضو علف للمواشي ومغذي جدا. البرتقال من الحاجات المهمة جدا 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 بيستخدموه، بس مش عشان هو علف للمواشي والكده، لا، انه هو وقائي جدا ومفيد، وعشان نزلات البرد، وان انت كده مدية فيتامين سي، فيتامينات ومقويات. القشر نفسه بتاع البرتقال ده مفيد جدا جدا جدا. زائد النهارده الوصفه كمان فيها حاجه تانية قويه قوي، فيها بنجر، فيها فيتامينات عاليه قوي، فيها ثوم، اللهم صل عليك، مع معلقه كمون. قشط عليك يا معلم، كده تبقى انت عملت وصفه العجول بجد. ايه بقى الوصفه اللي انت هتدوشينا بيها يا بنت يا بطه؟ وبتبرغ كتير، والله ما برغ كتير. بصوا يا جماعه، صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بص يا حبايب قلبي، انا نقعت القمح ده ليه يا بنتي يا بطه؟ نقعتيها، في ناس بتسلقه وفي ناس بتنقعه. طيب استنى نحطه هنا بقى في طبق ال ادي القمح، وعليه حبة رز كان روائي. غير بص ان انا حاطه لهم اكلة، بص عاملة ازاي. طيب ايه بقى الوصفة؟ الوصفة الحاجة الاساسية، انسي ان انت تحطي علف والكلام ده كله، انا هديكي اقوى من العلف ده يا جماعة. وصفة العجول، والله الوصفة دي اللي هتكبر طيورك بسرعة جدا، وفي نفس الوقت هتحميكي وتغنيكي عن كمية تشتري ادويه. اوعي تشتري ادويه مع بطه، والله اوعي تشتري ادويه، اقسم بربي ما بشتري ادويه. بس انا في ناس عايزه تعمل، عايزه وصفات الادويه هقول لها عليها، واللي برضو مفيده، بس انا بحب قوي اركز على الاعشاب، لان الاعشاب اصلا صحيه مفيده رخيصه، بتجيب نتيجه اسرع، ما فيهاش اي نسبه كيماوي، فممكن تضر تشوري برضو، على قد ما تفيد على قد ما تضر. طيب هنعمل ايه؟ بصي يا بنتي يا بطه، ده مشروب رائع جدا مغذي جدا. برتقال بضربها بحالها على بعضها بقشرها، ما بصفيهاش. بنجر، معلقه كمون، اللهم صل عليك يا نبي، وليمون. بس بقى حتى برتقال وليمون، ايه يا بنتي يا بطه ده؟ ازاي تلعبي الملعب ده؟ هقول لك، الليمون والبرتقال من اقوى الحاجات اللي طاقه طيورك من الحر، من البرد، من الاحتباس الحراري، فيها مقويات عاليه جدا، فيها فيتامينات رهيبه جدا تعمليها لطيورك. البنجر طبعا، وانتوا في غنى عن ان انا اقول لكم عليه، ده سكريات، سكر سكر البنجر. البنجر يا جماعه يعني انت بتديهم طاقه، بتديهم حيوان. بره بيستخدموا قشر البرتقال بيجففوه وبيطحنوه، هو وقشر الرمان وكلف الرمان اللي هو الابيض اللي جوه ده، والطماطم، قشر الطماطم، على فكره يا جماعه ده عاملين في باودر موجود في الصيف اللي عند العطارين، باودر رمان
مفيد جدا جدا لنزلات البرد والكحه. كل ده بيستخدموه وبيجففوه وبيحطوا له طيور للعجول ولا ايه؟ للعجول، للمواشي، والله للمواشي. بالك انت بقى يا بيتش يا بطه، بصي انا ما بطحن ما بصفيش، لاني انا هاكلهم الاكله دي كده كلها على بعض. بصوا بقى، قمح، فيتامينات. طبعا القمح ده لا غنى عنه للطيور نهائي. الوصفه دي هتطلع لك النتيجه دي، الوصفه دي هتطلع لك النتيجه دي. انت عايزه ايه؟ الوصفه دي جباره. الوصفه دي لما تعمليها للطيور بتاعتك، يبقى اديتيهم قمح، يعني اديتيهم عيش، يعني اديتيهم فيتامين، يعني اديتيهم صحه، اديتيهم بنجر، يعني اديتيهم طاقه، اديتيهم حيويه، اديتيهم حاجه. لو عارفه انت لما بتكوني هفتانه، اجري يا اعمل لي ميه بسكر. اديك يا ستي حطيت السكر كله. البرتقال والليمون من اقوى المضادات الحيويه اللي بتحطها للطيور، وفي نفس الوقت مغذيه جدا. الكمون، الكمون مريح جدا لمعدة الطير. وانت لازم يعني تحطي كمون باذن الله باستمرار. ليه؟ لان الكمون يا جماعه مفيد جدا للكبد والكليه وصحه الطير عموما. بيريح معدة الطير لو فيها انتفاخ، لو فيها اي حاجه، بيطارد الديدان، حاجات كتيره جدا. بالله عليك الوصفه دي وصفه عجول، والوصفه دي باذن الله هتكبر لك طيورك بسرعه وهتطلع لك النتيجه دي. وبالصلاه على النبي، نصلي على سيدنا محمد، وتابعوا فيديوهاتي والوصفات اللي انا بعملها لكم هي اللي مطلعه النتيجه دي. وشوفوا بقيه الفيديوهات، حتى بقيه الطيور بتاعتي وريتكم الطيور الكبيره. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، خير ورزق في البيت وسعاده. ولو انت عايزه تبيعي اقول لك تابعيني وانا اقول لك تعملي مشروعي ازاي. اتمنى بقى ان انتوا جماعه تكونوا بخير وبصحه وسعاده، وتابعوني فيديوهاتي الجايه. واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.